أيضا كثير من المريدين افتقد قضية التوثيق التي من الله بها على أمة سيدنا النبي. ربنا من علينا أننا أهل علم وأننا نوثق علمنا، ولذلك ألهم المسلمين بالسند، فتجد للمسلمين أسانيد لكل حرف من القرآن الكريم متصلة إلى سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم. تجد الأحاديث كل حديث له سند، نعرف من أين أتينا بهذا الحديث جيلا بعد جيل وطبقة بعد طبقة وقرنا بعد قرن حتى نصل إلى منتهى. حتى إن المسلمين لما وثقوا الكتاب والسنة وثقوا الكتب، يعني احنا معانا أسانيد للإمام النووي، للإمام الخارزمي اللي عمل مسانيد أبو حنيفة، للإمام البخاري، حتى الكتب التي ألفت وأسموها الدفاتر، الدفاتر يعني الكتب، إتحاف الأكابر بأسانيد الدفاتر. طب ده لا قرآن ولا سنة، هو كلام النووي قرآن أو سنة؟ لا، هو يستنبط من القرآن والسنة. حتى هذا تم الإسناد له. إذن بيعلمون التوثيق. التوثيق يعني الدوكيومنتيشن. التوثيق هذا مهم للغاية، ولكن نرى كثيرا من العباد لا يهتم بالتوثيق ويصدق كل ما سمع. وأخرج مسلم في مقدمة صحيحه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وفي رواية: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يعني إذا افتقدت التوثيق فأنت في نظره صلى الله عليه وسلم آثما أو كذابا. ولذلك لا ينبغي لنا أن نصدق كل ما نسمع، بل لا بد من التوثيق. الغيبة والنميمة والوقيعة بين الناس كل ذلك منشأه عدم التوثيق. لا بد من التوثيق لأنه جزء لا يتجزأ من مكون العقل للمسلم، وبدونه نتحول إلى ما يسمى بعقلية الخرافة. والإسلام والمسلمون بنوا حضارتهم على الكتاب والسنة الموثقين، فبنوا حضارتهم على عقلية علمية رصينة، ولم يبنوا حضارتهم على الخرافة.